بلشت بيربل داي انا من فكره. اول شيء كان عندي محل بيع بوردات وكنت سافر كتير لبرا انا كرمال to do the sales meeting. عكترت ما كنت روح لبرا وهيك شوفهم فكرت انه ليه ما نحن فينا نعملها, انه فينا نحن نعملها, انه فينا we can create, فينا نخترع قصص هون بلبنان, فينا نحن نصدر لبرا, انه ليه دايما ما نطلب من برا. واذا بتلاحظ اللوجو تبع purple dye الاسم جبته من definition, جربت فتش على شيء من اجدادنا يعني شيء خاصه بالبلد هون. بحثت كتير على قصص وطلع معي اللون الارجواني اللي هو اول لون اخترعه الفينيقي. وهي اذا بتلاحظ اللوجو فيه الصفده, الصفده هي بترمز للارجواني اللي كانوا يطلعوه من الصفده, وبذات الوقت انا عاملها هي الصفده الدولاب تبع السكيت بورد. هيك بلشت فيها وهيك قلعت البراند. بلشت تصنع بالانس بورد ولونج بوردز اند سكيتس, وهلا بالمستقبل رح نبلش نصنع سنو بورد وسكي بلبنان. اوقات هن الكلاينت الزبونات بيجوا لعندي بيقولوا لي عندي هيدي الفكره, عندي هيدي الديزاين, عندي هيدا الشيء بدي اعمله. انا كمان بساعدهم نطلع بديزاين, بساعدهم نطلع بشيء ايديا هيك لذيذه للديزاين, وقت يقرروا عليها يشوفوها اذا قالوا لي اوكي منكمل فيها. وكل البوردات تبعنا نحن بنجربهم, وي تيستد, they are tested by riders. مشان هيك منضلنا نشوف شو بدنا نحسن فيهم, شو بدنا نطور فيهم. هدفي تطلع هيدا البراند لبرات لبنان, هيدا مثل حلم عندي وبدي اعمله. انه عادة نحن معودين بلبنان انه هيك قصص مستوردهم من برا, بدي بلش طلع قصص هيك من لبنان.